كل اللي عندنا ان عندنا ورق رسمي، النادي الاهلي عنده ورق رسمي بيحاول ياخد حقوقه من خلال ورق رسمي، مش اي كلام. يعني مش طالع يقول لك ايه والله انا وحط رجل على رجل كده، لا، ويقول لك انا كده كده هجيب حقنا وهنعمل حقوقنا لا، النادي الاهلي ما بيعملش كده. النادي الاهلي بيتكلم عبر قنوات شرعيه. راح للاتحاد المصري، الاتحاد المصري قال له روح الفيفا، راح الفيفا قال له ارجع للاتحاد المصري. دلوقتي الموضوع هيبقى في ايد الاتحاد المصري، بس ادي الموضوع بمنتهى البساطه. انا بس حبيت احكي لحضراتكم، ويعني عشان تبقوا حضراتكم عارفين من خلال قناتكم ان اللي بيحصل ده ما هو الا محاوله الهاء، بيحاول يلهيك عن المشاكل بتاعته. اي حد، احنا عمرنا ما اتكلمنا في مشاكل حد. هل احنا قلنا مثلا فلان ده عمل كذا وخد قضيه وكسب قضيه وعليه فلوس ما قلناش الكلام ده خالص. احنا لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنتكلم عن النادي الاهلي، بنتكلم عن كل ما يخص النادي الاهلي، لكن حضرتك بتتدخل وبترمي، عمال ترمي في حاجات. طب شوف مشكلتك الاول، شوف بلوي، يعني شوف البلاوي اللي عندك، وبعد كده ابقى اتكلم على اي حد تاني. ده بالنسبه للموضوع الاول، موضوع عبد الله السعيد. وانا بس حبيت اوريه لحضراتكم علشان تبقوا عارفين الموضوع ماشي ازاي، وبطريقه سهله وبسيطه.